دهنت ايش؟ ساقها. طيب هذه رأت في المنام كأنها دهنت ساقها بمرهم قيمتها 10 دنانير. أقول وهي مطلقة أيضا، أي وسيلة من وسائل العلاج في الغالب ما تدل على شفاء وزوال الهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: تداووا ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم نعم.